مرحبا بكم في هذه الومضة التحسيسية التي سيكون موضوعها تلوث الغذاء. ما هي المؤشرات الأولية الدالة على تلوث الغذاء؟ المؤشرات الأولية الدالة على تلوث الغذاء بعد تناوله: أولا، الاضطراب المعوي والإسهال. ثانيا، القيء. ثالثا، ظهور بعض الآلام في الجهاز الهضمي. هناك حالات خطيرة من التسمم تؤدي إلى الموت، لذلك فإن حدوث أي اضطرابات في الجهاز الهضمي بعد تناول الغذاء يدل على تلوثه. لسائل أن يسأل: ما المدة الزمنية لظهور أعراض التسمم الغذائي؟ تظهر أعراض التسمم الغذائي خلال 18 إلى 36 ساعة، وكلما قصرت فترة الحضانة كانت الخطورة أشد، وقد تؤدي أحيانا إلى الوفاة. تظهر عادة خلال التسمم الغذائي اضطرابات هضمية يتبعها غثيان فتقيؤ ثم إسهال، ويصحب هذا تعب ونعاس وصداع، ويتحول الإسهال إلى إمساك وازدواج في الرؤية وصعوبة في الكلام. تكون درجة حرارة الجسم عادية، ومن ثم يؤثر التسمم على الأعصاب ويظهر على عضلات الوجه والصدر ثم الأطراف ويمتد إلى الجهاز التنفسي. هذه هي أبرز أعراض التسمم الغذائي. دمتم بخير، دمتم على محبة، انتظرونا في فيديو جديد من فيديوهات ثقافتك الصحية.